لا هيك بدك تضل داحش لي راسك بهالكتاب يا مولانا؟ يعني على الأقل حسوب حساب لهالقردة اللي سهرانة معك. الحق معك يا أفكات، بس الحقيقة أنا عم بقرأ كتاب عظيم جدا لمؤلف كبير. ومنو هالمؤلف الكبير يلي فضلته عني؟ لا مو قصة فضلته عنك، بس هالمؤلف هاد عم يبحث بالحضارة ما قبل التاريخ وعم يعطينا اي انعطلتش على خلقته ان شاء الله. قال ما قبل التاريخ، ليكو على هالكذب ليكو، ان احنا ما بنعرف شو صار معنا مبارح لحتى حضرته يجي ويقلنا ما قبل التاريخ. اي بس هذا علامة تاريخي كبير بلا علمة بلا علامة، يعني كل هالقد شايفيننا جدبان لحتى نصدقون؟ بالمختصر هدول بدهم يشحدوا كم مجيدي وكم ذهب رشادية عن طريق هالكتب السخيفة. لا لا يا أفكات لا تغلطي، هالكتب هي بعت ليها السلطان واعتبر أنفس هدية بزمانه هداه. ليكو التاني على هالهدايا البايخة ليكو، يعني لو بعت لك شوية ذهب وفرو جلد إلك ولمرتك مو كان أحسن من هالتهريج الناشف وهالسخافة؟ يا أفكات هي مو سخافة، هي ثقافة. وبصراحة أنا هالكتاب عجبني كتير ولازم لازم كافئ المؤلف تبعه. كافئ رصاصي رصه، يعني هو بشخ بير ونحن بندفع له؟ وين صارت هي؟ إيش هو رقاصة لحتى تكرمه؟ يا أفكات يا أفكات، إيه نحن عم ندفع للرقاصات مثل ما قلتي ما فتحوا رزق، بقى شو عليه إذا هلأ؟ لا تفتح لي كيسك وخليك شانقه، يعني قسما بالله يا خسرة إذا بدرة إنك دفعت له المحتال هاد مجيدي واحد ما تلوم إلا نفسك. عال والله رزق الهبل على المجانين. ما بيصير ما بيصير ما ادفع له يا أفكات. بعدين بيقولوا عني بالإضافة لأنه عدو العلم بيقولوا عني بخيل وشحيح. تنقال قوالهم إلهي يقولوا لحتى يشبعوا. أصلا وينك؟ أنا إلي معك كلام إلو أول ما له آخر. وشو هو بقى؟ إنه منين عم تجيك نوبات هالكرم مالي عرفانة. ولك يا حبيبتي يا روحي، أنت ليش حامل السلم بالعرض؟ طالع من عبك شيء؟ كلها من أموال الخزينة العامة. وليش ما عم تفصل لي مفتاح تاني للخزينة؟ لأنه الخزينة هي عبارة عن بيت مال، وهالبيت بدي مفتاح لهالبيت، فهمت؟ لك هذا مو مالي أفكات، هذا مال الناس. شوف خسرو، أنا مالي ولد صغير لحتى تضحك علي، يعني مثل ما عم تعطي الناس بدك تعطيني. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، أنا مرتك، يعني لازم تفضلني على كل الخلق والعالم، مو تبخل علي. صحيح مرتي، بس أنت ما عندك إبداع حتى أكرمك، وما أنجزتي اختراع حتى كافئك. يعني هذا المؤلف تبعك اللي شخبر له كلمتين أحسن مني؟ لا بس بس يا عيب الشوم عليك، شو إنك أناني؟ صدقني هديك المرة ضربت ايدي على صندوقي مشان اخذ مصاري واشتري بيت للرقاصه تبعي، قمت ما لقيت. يا لطيف شو انخزيت قدامها، حسيت الارض لازم تنشق على الفور وتبلعك. تبلعني انا؟ طبعا، لانك انت السبب، يعني لازم تحط بين ايدي مصاري كتير لانه قيمتي من قيمتك. افكات انت قلي لي شو لازمك وانا بتكفل بالدفع. ايه صحيح صدقتك. قال يعني انت شايفني ومالك مصدق، بس يا حسرة علي شو معترة. الدلال كله لحبيبة القلب ناظلي، والذهب والجواهر للكربوجي ناظلي، والمصاري والعز لمعشوقة الفؤاد ناظلي، بس أفكات ماله إلا التوافه والسخافات. ليش نسيتي شو جبت لك الجمعة الماضية؟ أولا اشتريت لك بيت لصانعة أمك ومودة خانو، وفتحت لك دكاني ومطعم لعمك جوز امك زياد بيك، واخذت لك ارض بالغزلانيه لعمتك مكرم خانو، بالاضافه لمصروفك الشخصي ولبسك وبهنكتك وفنجرتك. بقى شو بدك احسن من هيك افكات؟ كل هالكلام ما بيفوت بمخي، لانه انت صاير تتكارم على الناس بطعمه وبلا طعمه. وإذا ضليت على هالحالة أنا بدي أطلب من السلطان يعمل حجر عليك يا سفيه ويكف يدك حتى ما يصيبك نوبات الكرم.
يا ستي نوبات كرمي عم تروح للناس المستاهلة، يعني يا للدرويش يا للعلماء يا للمشايخ. وانا شو شايفني بنظرك، درويشة ولا عالمة ولا شيخة؟ هات لشوف. لا يا ستي انت كل هدول حاجة بقى بلا مسخرة، ومناولني 200 ذهبة لانه عندي هدية عرس لبنت اختي صفيناز. تكرم عينك على عيني وراسي، تأمري امر. والله يا سماح انا ما راح انسى جميل الوالي لحتى اموت. حق بايدك، لانه الانسان بينذكر بفعله. والينا الله يديمه علينا لما ساعدك وطالع لك اخوك ابو صبحي من الحبس، بيستاهل انه الواحد يدعي له ليل نهار بطولة العمر. ايه بس كمان بمعلومك اخي ابو صبحي مظلوم، وما له بهالتهمه اللي لزقوها بظهره لا ناقة ولا جمال. ايه ما اختلفنا، بس ما بدك مين يصدق ويقدر انه مظلوم؟ يعني واحد غير والينا كان حط المسألة بقفى ظهره، وأخوك أبو صبحي كان تخ بالحبس طول عمره. لك ما بتتذكر يا رؤوف قديش رحت وأجيت وخفقت لعند المتصرف الأكبر طالوش، وشو كانت النتيجة؟ كله على فافوش. صحيح يا سماح، وقت أعطيناه براطيل وأكراميات ورشاوي بحياته ما بيحلم فيها. المهم أنا حاببته كتير لوالينا، وبصراحة له دين كبير علينا. إيه وشو بدنا نساوي يعني؟ قصدي شلون بدنا نرد له المعروف؟ والله ما بعرف شي بيحيل يا رؤوف. لازم ناخد له هدية نعبر له فيها عن جميل صنيعه. معك حق، بس بصراحة ما عندنا شي نبيعه. لا أول مشكلة إنه الواحد بيحتار شلون بده يتعامل معهم هدول الأغنياء وأصحاب السلطة. يعني هدول لا نقصهم مال ولا نقصهم دعم. مثلا إذا فكرنا نهديهم سجادة، عندهم سجادة بيفرش ساعة المرجي، وإذا هديناهم تريا عندهم تريات على عدد شعر راسك وراسي. بقى شلون بدنا نعاملهم؟ والله ما لي عارفان. شوف هو شيت انه نجاريهم ما رح نقدر نجاريهم، بس اذا حبينا نجازيهم بكلمة حلوة طالعة من القلب بنجازيهم. طيب اجتني فكرة، بس ما بتنصخري علي. شو هي؟ انا اليوم اصطدت سمكة كبيرة، ويعني انا ما في بالعادة يطلع بشبكتي هيك سمكات، لانه دائما انا يا بصطاد سمك صغير يا بلعط. ايه والمعنى؟ انا فكري اخذ له هالسمكة لمطبخ الوالي تعبيراً عن امتناننا لفعله. تاخذ له السمكة؟ ايه بقى شو رأيك؟ والله ما بعرف، خايفة تصير قدامه مضحكة. ليش لا تصير مضحكة؟ ما بكفي انه السمكة طالعة من صميم النوايا الحسنة؟ انت هيك فكرك؟ ايه انا هيك فكري. بقومي الله يرضى عليكي لفي هالسمكة بخيش مبلول مشان بكرة من الصباح روح بوشي لعند الوالي. ماشي الحال، والله يعطينا على قد النوايا يا رب. والله يا خسرو الواحد معك بيحتار بأمره. وليش بقى؟ ما بعرف، بس بحسك بتكرهني. والله ما عم يعطيك فرصة لحتى تتخلص مني. إيه ما في شي من هاد يا إفكات، قل هو الله أحد. هلأ أنت ليش بتحب النكاد؟ أنا ما بحب النكاد، بس أنت أخذت لك عقلك الضرة، ومن جهة تانية مزاريبك كلها لبرة، يعني بتكرم القرود أكتر ما تكرمني. ولو بيصح لك تكرم قرود الحرش بتكرمهم اكثر مني. ولك شو انت ما بتشبعي؟ ولا الله خالقك هيك بتحبي اللعي؟ والله ضرتك لو كانت قاعده معي لكانت رقصت لي وفقشت لي وجابت الجنه كلها لمخدعي. مولاي خسرو، الصياد رؤوف المعصراني طالب الزياره والمسؤول. خليه يدخل. تفضل يا صياد. السلام على مولانا الوالي. أهلين بالصياد رؤوف، شلونك؟ كيفك؟ هات لشوف. يا سيدي الحمد لله على كل حال، والحقيقة عطفك علينا غامرنا ما في مجال. لا فوق الفقير والمعدان والضربان بيحكي وبيطبل ضهم. هات لشوف يا رؤوف، سمعني طلبك. أعوذ بالله سيدي، أنا ما عندي جنس الطلب، بس الحقيقة أنا جاي أتشكرك على جميل صنيعك لأنك أطلقت سراح أخي أبو صبحي. الله يديمك نصير للأبرياء والمساكين يا رب. هذا واجبي يا رؤوف، واجبي إنصاف الرعية. الله يعزك بعزه يا سيدي، ولهالسبب أريد أبلغ الهدية. هدية؟ يعني هي هدية رمزية، وصحيح هي مو قد المقام، بس يعني هذا اللي بيطلع بإيدي يا مولانا.
نشوف. هي يا سيدي. الله أكبر، الله أكبر كبيرة. يا سلام، ما أبدع هالسمكة. أكيد تعزمت بصيدة. يا حرام، يا عيب شو منك على هاللبكة. ولو ما في لبكة مولانا، يعني بس خايف لكون تجاوزت حدودي. أعوذ بالله، أصلا أنا من زمان جاي على بالي أكلة سمك. يا حاجي، أمرك مولانا. خذ هالسمكة من رؤوف وعطيها للطباخ أبو معروف حتى يقلي لنا ياها المساء، عندي ضيوف. شو رأيك بهالسمكة الضخمة؟ أنا من أكل السمك صاير معي تخمة. يا رؤوف، خذ هالصرة، اعمل معروف. الله يخلي لنا إياك يا سيدي. أنا بصراحة بتستاهل أكثر من هيك. الله معك. الله يبارك فيك يا مولانا. الله يبارك فيك. شوف هالحيوان، شوف تمرطب معروفك تمر لهالخسيس، والأفندي دنى نفسه على ذهبه هرت من الكيس. قسما بالله إذا ما بتعاقبه أنا رح أعمل له فنطي يناسبه. حسني نيتك إفكات وطولي بالك ولا تضوجي. أنا ما بحبك منهد لما بتهوجي وبتموجي. يا رؤوف، أمرك مولانا. ليش دنيت نفسك على ذهبي مع أنه بكيسك موجود 200 ذهبي؟ لك يعني لو تركت هالذهبي بالأرض يمكن يلاقيها شي خدام فقير من خدامنا ويستفيد منها. بقى شو هالفجعنة؟ ولا ظنيت حالك انك اشتريتنا بهالسمكة تبعتك؟ معاذ الله يا مولاتي، انا ما كنت طمعان ولا مرة بحياتي. لكن شو سبب تصرفك؟ فعلا هلأ بديت اكشفك. القصة وما فيها مولانا اني انا شفت رسمك الكريم مرسوم على وش الذهبي وخفت لشي شخص لئيم يدعس عليه، لهالسبب اخذته. الله أكبر، الله أكبر كبيرة. ولك تسلم لي عينك يا رؤوف، شو إنك أصيل من ظهر أصيل. وبصراحة ما في أحلى من كلامك، وأنا شو ما عملت معك قليل ومن واجبي زيادة إكرامك. خد تعال 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 تعال، خد هالكيس، خد هالكيس الثاني وتبحبح وعمر لك جنب الثاني شي حوش كبير ومسبح. لأنه بالنهاية يا إخواني يلي عنده نية صافية بيربح.